مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اللعيب على ام بي سي مصر. طبعا بنبدا حلقتنا كالعاده بفقره الاخبار. قبل ما نروح لفقره الاخبار، في ماتشات دلوقتي في دوري ابطال اوروبا. توتنهام فايز على بروسيا دورتموند 1-0، ولازال اياكس متقدم على ريال مدريد بثلاث اهداف. يعني ممكن ريال مدريد بشكل كبير هيودع دوري ابطال اوروبا اللي هو الكاس المفضله ليه دايما من سنوات كتيره فاتت. طيب هنروح لاخبار النادي الاهلي، وصلاح محسن مهاجم النادي الاهلي خرج النهارده من تدريب الفريق بسبب الاصابه بعد ما اشتكى من الام في عضله الحوض، وقال الجهاز الطبي انه مش قادر يكمل، وتم تشخيص اصابته بانها التهابات في عضله الحوض، وبناء على عليه تم استبعاده من قائمه الفريق لمباراه فيتا كلوب النهارده. كمان وصل الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان التدريبات العلاجيه والتاهيليه قبل العوده مره ثانيه للمران الجماعي. وعلى هامش التدريب لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي عمل محاضره فنيه للعيبه، وطبعا المباراه مهمه جدا، مباراه فيتا كلوب، وملعب صعب جدا هيواجهه النادي الاهلي. يعني الملعب ترتان صناعي وعفى عليه الزمن من سنين، وكل اللي بيروح هناك بنشوف ان النتيجه بتبقى في صالح فيتا كلوب. الرجاء في نهائي الكونفدرالية المصري خسر هناك بنتيجة تقيلة جدا، كان الله في عون النادي الأهلي. مباراة مهمة، مباراة أعتقد أن هي بشكل كبير أي نتيجة إيجابية هتؤدي إلى تأهل النادي الأهلي إلى الأدوار التالية، قبل طبعا مواجهة شبيب الثورة في يوم 16 مارس إن شاء الله بإذن الله. وبعيدا عن بقى المحاضرة الفنية اللي عملها مارتن لاسارتي، حرص أنه يجتمع بكريم نيدفيد والأنجولي جيرالدو اللي عامل مباراة قوية جدا كل واحد لوحده، عشان يتكلم معاهم في الفترة الأخيرة وإيجابياتها وسلبياتها، وبيحفزهم للفترة اللي جاية، خاصة إن الاثنين بقوا من أهم لاعبي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. عارفين كريم نيدفيد طبعا مش هيشارك في مباراة الزمالك القادمة لحصوله على إنذار، ويعني الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني شايف إن النادي الأهلي عنده بدائل كتير جدا رغم إن الإصابات بتروح وتيجي، لكن في بدائل جاهزة للنادي الأهلي. يعني دكة النادي الأهلي في مباراة بتروجيت كان مين؟ رمضان صبحي كان على الدكة، حسين الشحات على الدكة وما شاركوش كمان. يعني شايف إن الدكة لما بتكون تقيلة بتساهم بشكل كبير جدا في مهمة الفريق سواء على المستوى الدوري أو على المستوى الأفريقي. طيب الأهلي أعلن النهاردة القائمة اللي هتسافر إلى الكونغو إن شاء الله الديمقراطية لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واللي ضمت 21 لاعب. هيستبعد منهم المدير الفني لاسارتي 3 قبل المباراة، وغاب عن القائمة الثنائي المصاب شريف إكرامي، بنقول له إن شاء الله ترجع سريعا بإذن الله، وصلاح محسن اللي أصيب النهاردة، وانضم ليهم عمرو السولية. على فكرة صلاح محسن منضم لمنتخب مصر، عمرو السولية منضم لمنتخب مصر، فلازم يبقى فيه تقارير فنية إن شاء الله يلحقوا بإذن الله معسكر منتخبنا الوطني. محمود وحيد أيضا من يعني دخل القائمة بعد ما كانوا غايبين عن مباراة بتروجيت، والقائمة كاملة ضمت حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعة، حمد الله على السلامة، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد. خط الوسط اسلام محارب وعمرو السوليه وهشام محمد وكريم وليد نيدفيد وناصر ماهر، حسين الشحات، جونيور اجايه، رمضان صبحي، واحمد حمودي. وفي الهجوم مروان محسن ووليد ازارو.